ومعنا الآن العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي. عميد خالد، لو حدثتنا عن معنويات القوات المسلحة وكيف سير العمليات القتالية. طبعا لا شك أن جنودنا وضباطنا ضباط الصف مؤمنين بهذه المعركة، أنها معركة جهاد ضد غزو، معركة شرعية واجبة لا نقاش فيها. طبعا اليوم جينا نحن نشرف على برنامج التوجيه المعنوي. طبعا لدينا مجموعة مفارز، فرع التوجيه المعنوي صرت قائم بواجبة مرور يومي تقريبا على المحاور وعلى نقاط قواتنا، محاضرات دينية ومحاضرات تعبوية، محاضرات فكرية. اليوم حبيت أن نشرف على ذلك بنفسي ونحضر بعض المحاضرات ونتابع شبابنا في المحاور، الله يحفظهم، كلهم إيمان، كلهم عزيمة، ما تسمعوش دعايات الانسحاب، انسحاب صرت دونها الموت، الجفرة دونها الموت، خط أحمر، هذا قوت الليبيين، هذه مدن ليبية ستكون إن شاء الله في تأمين وحماية القوات المسلحة. نحن موجودين في المحاور الأمامية الآن لسرت. أيضا نحب نقول أن هناك طبعا بعض الإشاعات ودعايات ما تسمعوا لهاش. تابعنا اليوم تقريبا أغلب البرامج الموجودة في المدينة، السيولة الحمد لله متوفرة الآن، وصلت المدينة، الوقود، الغاز أيضا بدأ يأتي، في أمور كثيرة كانت فيها بعض الإجراءات ربما، لكن تقريبا بإشراف القيادة العامة ومتابعة مباشرة من سيدي القائد العام، وأيضا متابعة بالقادة الضباط الميدانيين لجنودنا طبعا، بالإضافة إلى الخدمات التي يشرف عليها المجلس التسييري للمدينة لتأمين حتى النهر الصناعي، فتحت المياه الآن وأصبح بإمكان المواطنين الاستفادة منها. يعني كل المختنقات يتم العمل على حلها، وبالنسبة لقواتنا المسلحة ولله الحمد جنودنا معنياتهم عالية، وأعتقد أنت رصدت هذا بنفسك وشفته خلال هذه الجولة. والمحاضرات الدينية طبعا تتركز على طبيعة المعركة وقتال العدو، مغتصب العدو غازي معهم طبعا لا شك، يعني مرتزقة يقاتلون من أجل المال في بلادنا. نحن لم نذهب إلى تركيا، نحن لم نذهب إلى أحد، العدو هو الذي جاء إلينا في بلادنا. عصابة الوفاق هي من استعانت بالأتراك واستعانت بالمرتزقة، لدليل عدم وجود حاضنة لهم، ما يقدروش يواجهوا القوات المسلحة. القوات المسلحة دخلت طرابلس، ورغم أننا التزمنا بالهدنة لكن كما هو معروف الإخوان وخبتهم لم يلتزموا، استغلوها في جلب المرتزقة وما إلى ذلك، ولهذا يجديهم نفعا. نحن مؤمنين بأن الله سينصرنا، وبنفس الوقت مؤمنين أن ما يحدث الآن هو معركة حاسمة بإذن الله، وأن لم تحدث المعركة وتم الاتجاه، نحن لم نصعد طبعا الأعمال القتالية، لكن تم الاتجاه إلى مخرجات برلين وغيرها، نحن معها أي شيء يحل مشكلة ليبيا، وهو تفكيك الميليشيات وتسليم الأسلحة ورجلاء المرتزقة. طبعا هذه مسائل يبوها كل الليبيين، ورفع يد الإخوان على المال الليبي وعلى الثروة الليبية التي نهبوها بالمليارات التي ذهبت في طبعا صالح هذا التنظيم، ذهبت إلى الخزينة التركية، وللأسف بأموال الليبيين يتم الآن استهداف الليبيين وقتلهم، وهذا كله من وراء تنظيم الإخوان. ولكن بإذن الله هذا لن يستمر، وستتخلص ليبيا من هذا السرطان إن شاء الله. أفندي خالد، دور إدارة التوجيه المعنوي مهم جدا، خاصة في رفع معنويات جنود في المحاور، شن رسالتكم أنتم كإدارة توجيه معنوي للقوات المسلحة وللجنود المتواجدة في محاور القتال؟ طبعا احنا نتابع في أوضاع القوات المسلحة الأفراد، نحاول ندلل أي مشاكل تكون موجودة، نوضح طبيعة المعركة، نحميهم من الإشاعات ومن الدعايات، نحصنهم ونرفع قدراتهم الفكرية ورؤيتهم للمعركة، نرفع من ثقافتهم، نتابع أوضاعهم بشكل مباشر. وبالتالي طبعا نحن في مرحلة بناء كإدارة الآن، الحمد لله الفروع بدأت
تنشأ بشكل جيد. فرع السرط قائم بواجبه، إن شاء الله فرع الجفرة أيضا سيكون في المستوى، كل ما يمكن من متابعة الجندي المقاتل وتدليل الصعاب أمامه ورفع مستوى إيمانه بقضية المعركة وعقيدته بالله والوطن، حتى يصبح على قناعة تامة بالحرب التي يخوضها. وهذا الحمد لله وصلنا إليه بمختلف الوسائل، سواء كان الإعلامية العامة أو سكان الوسائل الخاصة اللي تتم في الوحدات أو بشكل مباشر على المحاور. أي إضافة ثانية؟ طبعا نشكركم وبارك الله فيكم على المتابعة، ونحن طبعا يعني في عين المكان في الميدان دائما مع جنودنا ومع ضباطنا ومع ضباط صفنا، واللي نحييهم ونترحم على الشهداء بكل تأكيد، هم الذين قدموا وضحوا، وإن شاء الله لن تذهب تضحياتهم سودة بإذن الله. نشكركم إدارة التوجيه، معنوي دوركم واضح ومهم في محاور القتال. مشكور فندم. إذن مشاهدينا الكرام، قناة ليبيا الحدث وأول قناة إعلامية تدخل محاور القتال في مدينة سرت وداخل الخطوط الأمامية للمدينة، شفنا معنويات أفراد القوات المسلحة عالية جدا، تفنيدا للإشاعات اللي تطلق فيها مرتزقة أردوغان ومرتزقة الإخوان. شفنا أجواء المحاور ممتازة جدا، وهذه رسالة لأهالينا ونطمنوا أهالينا داخل المدن الليبية بأن محاور القتال ممتازة جدا والأمور تسير على ما يرام. كان معكم محدثكم أحمد جمعة لقناة ليبيا الحدث.